فمنعا للقيل والقال أنا بقول لها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكثير من أي خلاف أو كلام فاضي. نروح بقى للمغني الكندي العالمي جاستن بيبر، يمكن هو أعلن لجمهوره حول العالم عن إصابته بشلل نصفي في وشه خلال ظهوره في مقطع فيديو على انستغرام، وأكد أن الإصابة دي بسبب متلازمة اسمها رامسي هانت، وشرح خلال الفيديو اللي استمر لثلاث دقايق تفاصيل مرضه، وقال خلال الفيديو: من الواضح كما ترون وجهي أنا لدي متلازمة تسمى متلازمة رامسي هانت، ومن هذا الفيروس اللي بيهاجم أعصاب أذني وأعصاب وجهي وتسبب في إصابة وجهي بالشلل. أصبح تناول الطعام أكثر صعوبة بشكل تدريجي وهو أمر محبط للغاية، لقد فعلت كل شيء لأتحسن لكن مرضي يزداد سوءا، صلوا من أجلي. يمكن الفيديو ده كان صادم جدا للجمهور المحب لجاستن بيبر في جميع أنحاء العالم، واللي تعاطفوا معاه ودعموه بعد ما فقد قدرته أنه يحرك عينه أو أي عضلة في نص وشه الشمال. وبسبب إصابته أعلن المطرب العالمي عن تأجيل جولته الغنائية المكونة من 130 حفلة حول العالم، واللي كان مفروض أنها تبدأ من الشهر ده لغاية شهر مارس 2023، وهو علق على الموضوع ده وقال: ينفطر قلبي لدرجة أنني سأضطر إلى تأجيل العروض القادمة إلا في هذا الجانب شلل كامل في وجهي، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب إلغائي للعروض التالية، من الواضح أنني غير قادر جسديا على القيام بذلك، أتمنى أن تتفهموا الأمر. يمكن من وقت للتاني كده الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحب تجاوب على أسئلة جمهورها من خلال أسك على ستوري انستجرام، ومن الأسئلة اللي جات لها: إيه الأغنية اللي أنت اتمنيتي أنك تغني؟